باري الى مع التوقيت وخط النهايه. تهانينا والناموس للجميع. التحية تتجدد مشاهدينا متابعينا الاعزاء. الشوط المحليات ينطلق، هو الشوط الخامس، بداية الجولة الثانية. على البركة والتوفيق للبكار المحليات لأبناء القبائل مباشرة مع هذا الشعار الذي سيطر مع المركز الأول ومع القوة. رأينا مشاركته في شوط المحليات ويشاركنا قبل شوطين في شوط المهجنات، هنالك مع القوة ومع الإثارة، إبداع وتواصل لكافة الشعارات، الصدارة والمركز الأول والقوة الحاضرة، هنالك مع المركز الأول. الله 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 الله، المركز الأول والصدارة الأولى والقوة الأولى والانطلاق الأول، هنالك اسم الكورة للسيد راشد بن سلطان بن مرخان مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هنالك الحذر للسيد محمد بن حمد بن رضه العامري على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث هنالك أهالي العين وهذا الحضور القوي من ثالث الأسماء وتجاوزات قوية وعينها على المقدمة، هنالك مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط كما ذكرت سابقا، بينما التدخلات على المركز الثالث هنالك يا سلام مطر بن حمد رعشيقه العامري مع التحدي ومع الإثارة، بينما هنالك الحضور القوي والتحديات والإثارة من جواهر سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي، بينما دور المركز الخامس. شكرا لمصورنا العزيز، لقطة جميلة وعودة مرة أخرى وتعداد المراكز أول ثم العاشر، بينما هنالك الشرود لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الآن، تدخلها على المركز الخامس والزاوية الأخرى. الله الله يا بن مفتاح، مياسة العود حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، وكذلك الضبي لسعيد بن صالح بن حمد بن حول المري، وهنالك وصول لهملول الفهيد بن محمد بن سعيد أيضا وصوله قوي، وعلى المركز العاشر دمعة أحمد بن مهير بالصايغ المزروعي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى القوة، أعود هنالك مع هذه التواصلات بهذه الخطأ الرائعة وهذه الخطأ المميزة. يا سلام يا الشاهينية، يلا يا أبو حمد، يلا يا أبو حمد رعشيقة، مطر بن حمد رعشيقة العامري مع المقدمة ومع الصدارة ومع القوة ومع الانطلاق الأول. يا سلام دور المركز الثاني، هنالك من يتابعها محمد بسعيد بالكيلة، ويتابع هذه الأسماء كما تابع الكثير والكثير من الانتصارات ومن الفوز ومن الرموز ومن الإنجازات التي الحقيقة سجلها التاريخ كثيرا، مع احترامي لكافة الشعارات الحاضرة في هذه الفترة وفي هذا الشوط. المركز الثاني اسم قوي، اسم قوي أيضا، أرشيفه الذهبي الحقيقة حافلا بالنواميس وبالإنجازات، حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز الثاني. دور المركز الثالث، الله الله الله، هذه الذاير سعيد بن سهيل اليبهوني الظهري باحثا عن نقطة رابعة او ثالثة كما سجل نقطتين متتاليتين في اشواطنا المستمرة مع الشوط الاول والشوط الثالث، وهذه هي الاسماء الواصلة بقوة من خلال هذا الحضور، حضور الذاير والشاهينية ما شاء الله. الانطلاق واضح، القوة حاضرة بقوة الحذرة، محمد بن حمد بن رضه العامري، وكذلك هنالك الاشعارات القوية القادمة، ولكن عدنا الى المركز الاول والى الانطلاق. سلام سلام يا سلام، سلام يا سلام، لم اتحدث حقيقة عنها من فراغ، وانما بانطلاقتها وبادائها الرائع والمتميز. سلام شاهيني، سلام شاهيني، سلام للمركة الشاهينية بدون اي اوامر، والمسافة او المسافة الطويلة بينها وبين بقية الأسماء. هذا هو خط النهاية، هذا هو خط النهاية، يرحب بهذا الحضور ويرحب بهذا التشريف ويرحب بهذه الخطى الثابتة. الناموس رعشيقة، الناموس رعشيقة، مطر بن حمد رعشيقة العامري
على فوز الشاهنية بالمركز الأول للمركز الثاني. هنالك الشاهنية مطار بسهيل يبهوني، والمركز الثالث شعار بن مفتاح مياسة حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كانت الذاير حاضرة بقوة لسعيد بسهيل يبهوني الظاهري، وعلى المركز الخامس الحذرة محمد بن حمد بن رضه العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء لحظات الفوز ولحظات الانتصار، لحظات التوقيت الأفضل. التوقيت الأفضل يا سلام يا الشاهنية، التوقيت الأفضل بهذه الفترة حتى هذه اللحظات. هذه لحظات الإعادة، هذه لحظات الفوز، هذه لحظات الانتصار. الشاهنية مطر بن حمد رعي الشيقه العامري. ناموس يا مطر، ناموس يا مطر، أيامك أمطار وأيامك نواميس. شكر أيضا لبالكيلة على هذا الأداء وهذه العروض الرائعة. خمس دقائق 59 وسبعة أجزاء من الثواني مطر بن حمد رعي الشيقه العامري على فوز الشاهنية بالمركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كانت الشاهنية مطر بسهيل يبهوني الظهري وتوقيتها الزمني 6 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء و7 ثواني و4 أجزاء من الثواني. بينما من احتلت المركز الثالث فكانت مياسة العود محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، توقيتها الزمني 6 دقائق 9 ثواني وفاء وتماما وكمالا.